سألنا سؤال، والسؤال: صاحب النشيد الوطني، من هو كاتب كلمات؟ نعم أحسنت، النشيد الوطني، خلونا نشوف من هو. وينه يا حسن؟ حسن السؤال وينه؟ ايوه موجود موجود، نعم حصلته. من هو الشاعر الذي كتب كلمات السلام الملكي السعودي؟ خلنا نشوف الاجوبه. خالد المطيري، هذا احد المتابعات، الظاهر اسمها نهى، تقول ابراهيم خفاجي. صحيح، هو الجواب الصحيح. وايضا امال تقول ابراهيم الخفاجي، وايضا ابراهيم الخفاجي، ونسحب في بعض الأخوات تجاوب الجواب الصحيح، بس إنها مرسلة الهدية 150 نقطة للمتسابقين كلهم. كيف نختار؟ طيب كذا ما نقدر نختار، فاللي يجاوب يا أخواني يختار متسابق واحد فقط. نعم. يهديه هذا الجواب، لكن أنا بأخذ يعني عشوائيا وأختار المتابعة الكريمة اسمها بنت محمد، جاوبت وقالت إبراهيم خفاجي، جوابك صحيح، وأهدت 150 نقطة لفيصل بن علمان. يستاهل فيصل بن علمان الدوسري. مبروك يا فيصل الدوسري، هو دوسري. مبروك يا فيصل بن علمان الدوسري، 150 نقطة مقدمة لك من أختك في الله بنت محمد، تستاهل، وألف مبروك، والله يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه، ويعيننا وانتم على صيام عاشوراء وعلى القيام بما يرضي عنا تعالى. في ختام هذه الحلقة أشكر أخوياي الحاضرين معي، شكرا يا أبو تخيل الله يبيض وجهك، شكرا يا أبو علي الله يبيض وجهك، شكرا يا أبو بجاد الله يبيض وجهك، شكرا يا أبو سعود الله يبيض وجهكم جميعا ويطول عماركم على طاعته. نلتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد الساعة 9 صباحا إن شاء الله في حلقة جميلة.